أنا سورية، أنا امرأة سورية. أنا امرأة من سوريا. أنا امرأة سورية. سورية. امرأة من سوريا. أنا امرأة سورية. أنا امرأة سورية. أنا امرأة سورية. سوريا تعني لي ابني، مدرستي، والأطفال الذين عملت معهم طوال حياتي. سوريا شو بتعني لي؟ سوريا بتعني لي البيت، الأمل، كل الألوان الفسيفساء. سوريا بتعني لي بلدي، طفولتي، شبابي، كل شيء. الوطن يعني الكرامة، يعني الهوية، يعني الفخر، يعني التاريخ، يعني كلمة تانية كل شيء بحياتي. ما يهزك ريح، لأنه أكيد هي رح تصير، يعني يا الله صعب أحكي، قلبي عم بيدق كتير. بحلم بسوريا دائماً، بالليل بشوف حالي بسوريا أكتر شيء. بحبها أنا سوريا كتير، مشتقت لها. وأنا بعرف إنه سوريا هلأ بحالة مخاض وولادة، وبتمنى إنه تكون ولادي لمستقبل جديد إلى ولشعبها. السلام شو بيعني لي؟ بيعني لي إنه يكون ما في معتقلات وما في سجون، وفي حرية رأي، وفي إيدين عم تعمر، وفي أطفال عم تتربى بهيك بلد. بيعيشوا حياة طبيعية، يتوقف القتل، أرجع أشوف أطفال بالحارة، أطفال رايحين على المدرسة، أسمع صوت الجيران وضحكات النساء اللي كانوا يجوا يشربوا قهوة عند أمي. بتمنى الأمان لسوريا، لكل الناس، ويوقف القتل، ويوقف نزيف الدم. أتمنى سوريا المستقبل ديمقراطية حرة معززة. أنا بتمنى أن السلام يكون بسوريا ونشوفها حرة وديمقراطية. السلام في سوريا يعني لي أن يزول الخوف من عيون الأطفال وأن يستعيدوا حقهم في الحلم. السلام في سوريا يعني أني أرجع لشي نهار من دون ما يكون في حرب، في قتل، في ناس بالشوارع.